ازيكم؟ اول حاجه عايز اطلبها منك في الفيديو ده هو ان انت تقول لي رايك في الصوت، نظرا لان انا استخدمت المايك الكوندنسر تاني علشان الاوضه دي فيها صدى صوت مزعج جدا، وناس كتير منكم اشتكت في الفيديو اللي فات من الصوت. فرقم واحد وانت بتتفرج دلوقتي تنزل على الكومنتس تقول لي الصوت تمام ولا لا، ممكن تلاقي شويه صدى صوت كده نحاول نظبطه في الفيديوهات الجايه، ولكن اتمنى تجربه الصوت تكون احسن المره دي. تاني حاجه بقى هو ان الفيديو ده هيكون سريع جدا، عايز اوريك تريكايه كده وانا قاعد بلعب لقيت انها هتبقى مفيده لناس كتير، خصوصا الناس اللي بتعمل تصميمات لاعلانات مثلا او ايفنتس او حاجات زي كده هتفرق معاهم. وكمان لو انت عايز تعمل الشكل بتاع خلفيات الموبايل والكلام ده، كل ما بينزل موبايل جديد بتلاقي ان في تشكيله من الخلفيات فيها الوان وخطوط كده بشكلها حلو قوي وما بتاخدش وقت خالص على الفوتوشوب. خلينا نخش في الموضوع على طول. ده الشكل قدامي على الفوتوشوب. اول حاجه هعملها ان انا هعمل لاير جديد، ادوس هنا واختار لاير جديده، وبعد كده ادوس شيفت ديليت علشان املاها باللون الاسود. لو مش عايز تعمل الاختصار ممكن تختار من هنا اديت وتختار فيل، وبعد كده تختار من هنا اللون الاسود، دوس اوكي. كده بقى اللون بتاعي الاسود. هعمل لاير تانية ودي اللي هيكون فيها الرسمه بتاعتي. وبعد كده خطوه بسيطه جدا لازم تاكد منها عشان الموضوع ده ما يبصش منك، هو ان انت تختار البراش بتاعتك، تدوس رايت كليك وتغير السايز بتاعها لحوالي 4 بيكسلز، وتخلي الهاردنس بتاعتك زيرو، وتخلي الفلو بتاعك 100% والاوباسيتي بتاعتك 100%. الخطوه دي مهمه جدا عشان تلاقي النتيجه بتاعتك تطلع مظبوطه، علشان ما حدش يرجع يقول لي انا مشيت على الخطوات وما طلعتش مظبوط. دي اهم نقطه. بعد كده هختار البين تول، والناس اللي عندها رعب من البين تول انا كنت عملت فيديو بشرح فيه البين تول دي بالتفصيل عشان تسهل عليك حياتك، هسيبه لك في الاي اللي فوق. الخطوه اللي بعد كده ان انا هعمل بقى الشكل بتاع الكيرف ده، فهدوس على نقطه هنا كده، وبعد كده وانا دايس على النقطه الثانيه هبتدي اسحبها لتحت عشان اعمل كيرف كده، وبعدين افضل اعيد نفس الحركه دي رايح جاي كده اهو كده، وممكن اخر واحده فيهم اسيبها مفتوحه كده، وبعدين نروح دايس رايت كليك واختار من هنا ستروك باث، وبعد كده اختار من هنا برش، وتاكد ان اللون بتاعك ده اللون الابيض، وروح دايس اوكي. تلاقي ان هو رسم لك الشكل ده، مش باين عشان لسه فوقيه الرسمه بتاعت البين تول، فلما ادوس انتر بقى ده الشكل اللي احنا رسمناه. كل اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا هدوس كنترول او كوماند لو انا بستخدم ماك، وادوس على الشكل بتاع لاير 2 اللي انا عامل فيه الستروك باث ده، دايس كده فيبتدي يعمل لي سيلكشن على الخط اللي انا عملته ده. بعد كده هختار اديت واختار ديفاين براش بريسيت، اخترتها من هنا ومثلا هسميها لاينز 1، دايس اوكي. كده زي ما انتم شايفين كده بقى عندي، خلينا اشيل السيلكشن، ادوس كنترول دي او كوماند دي عشان السيلكشن يتشال، بقى عندي براش اقدر ان انا اعمل بيها الشكل زي ما انتم شايفين كده اهو الخطوط دي، ولكن شكلها مش احسن حاجه. خليني اشيل لاير 2 اللي فيها الرسمه دي واعمل لاير جديده علشان ارسم فيها البرش. بص كده لو حركتها هتديك شكل خطوط كده مع بعض، ولكن شكلها مش احسن حاجه. الخطوه اللي بعد كده هاجي على ويندو واختار من هنا برش سيتنجز، هبتدي اخش على البرش تيب شيب واغير السبيسنج بتاعي من 10% هخليه 2% اهو بقى كده 2%، وبعد كده هاجي على الشيب داينامكس، هاجي على الانجل جيتر دي اغيرها بدل اوف اخليها فيد، وبعد كده رقم 25 ده هخليه 300 اهو. بص شكل البراش بتاعتي بقى عامل ازاي دلوقتي لما اجي ارسم بالبراش دي. طبعا البراش اقدر اتحكم في السايز بتاعها، فانا هنزلها كده شويه. بص لما اجي ارسم هتلاقي ان بدا يرسم لي اشكال شكلها مختلف. ألذ حاجه في الموضوع ده بقى ان انا اقدر اغير اللون بتاعي لاي لون انا عايزه، مثلا اختار اللون الاحمر ده وابتدي ارسم كده. بص الشكل بقى بيطلع عامل ازاي، تقدر تعمل بقى الديزاين اللي انت عايزه. خلينا نجرب نعمل حاجه كده، مثلا ممكن اجي على الجنب ده كده اعمل الشكل مثلا بتاع اللون الاحمر، وعايز اخد لون تاني وليكن مثلا اللون التيل كده اللي انا بحبه ده اهو، صغر حجم البراش شويه وابتدي ارسم الناحيه التانيه شكل تاني اهو كده مثلا. فبص بقى عندك خلفيه تقدر ان انت تعملها بشكل بسيط جدا، ممكن مثلا هنا تيجي تكتب حاجه على الصوره مثلا وليكن مثلا ميوزك فيستيفال او حاجه، ممكن اكبر ده كده شويه، ممكن نيجي على البلندنج اوبشنز بتاعتنا ونبتدي نعمل اوتر جلو على الكلام اللي مكتوب هنا، نخش على السيتنجز بتاعته، ازود الاوباسيتي، اقلل السبريد شويه، خلي السايز بتاعه كده مثلا. فبص بقى عندك شكل لديزاين انت ما عملتش فيه اي حاجه. واللذيذ كمان في الموضوع ان انت مثلا ممكن تعمل شكل جديد، خلينا المره دي فيرتيكال مثلا، لو احنا عايزين نعمل مثلا باك جراوند للموبايل او حاجه، برضو هملى اللون الاسود في الباك جراوند او حسب اللون اللي انت عايزه عامل ازاي، واعمل لاير جديده واجيب البراش بتاعتي واختار الشكل بتاع اللاينز اللي انا عملته اهو،
واجي هنا ارسم الشكل اللي انا عايزه ايا كان بقى اللون اللي انت عايز تستخدمه. خلينا نجرب اللون الاخضر مثلا نيون ده اهو، تعمل بيه الشكل اللي انت عايزه، كل الاشكال اللي انت نفسك تعملها، اي حركة للماوس هتعمل لك شكل مختلف. لو غيرت السايز بتاعك برضو تقدر ان انت تاخد مثلا زي خط من هنا لهنا، بقى عندك اشكال كتير قوي للباك جراوند. وكمان ممكن نفس الرسمة بتاعتك دي تروح عامل من هنا هيو ساتوريشن لاير، تعمل لها كليبينج للاير اللي تحت، وبعد كده تغير اللون بتاع الهيو بتاعك ده لاي لون انت عايزه حسب الشكل اللي انت عايزه. ممكن تزود البرايتنس شوية، ممكن تزود الساتوريشن علشان تبين الشكل اللي انت عايزه. فالاحتمالات بتاعتك ملهاش نهاية. بس كده، لو بتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو توصلك الفيديوز الجديده، استنوني فيديوهات تانية.